بيبي لدينا أشخاص ذو نفوذ هنا وأتمنى أن يساعدونا في إنجاح هذا العمل وأعتقد أن التصفيق هذا يوضح ذلك نحن سنشكل لجنة مشتركة مع إسرائيل حتى نقوم بجعل الخريطة أكثر تفصيلا لدى الاعتراف يمكن أن يتم تحقيقه على الفور We will also work to create نحن أيضا سنعمل على خلق مناطق مع الدولة الفلسطينية المستقبلية وحينما يتم تنفيذ شروط إقامة دولتها ومن بينها وأولها رفض الإرهاب تحت هذه الرؤية القدس ستظل عاصمة إسرائيل الغير مقسمة ستظل القدس عاصمة إسرائيل الغير مقسمة طبقا لهذه الرؤية ولكن هذا ليس بالأمر الكبير لأنني بالفعل فعلت هذا من أجلكم وستبقى كذلك الولايات المتحدة ستعترف بسيادة إسرائيل على فلسطين على القدس والقدس ستظل جزء من دولة إسرائيل وهذا بند في غاية الأهمية وأيضا المرحلة الانتقالية لحل الدولتين سيكون مشروط بغياب أي تهديد أمني على دولة إسرائيل وهذا هم أيضا نحن لن نسمح بعودة أيام إراقة الدماء والهجمات على النوادي الليلية والهجمات الإرهابية السلام يتطلب حلول وسيطة ولكننا لن نطلب من إسرائيل أبدا أن تخاطر أو تتنازل عن أمنها لن نقبل بهذا وكما يعلم الجميع أنا قمت بالكثير من أجل إسرائيل فأنا نقلت السفارة الأمريكية للقدس وقمت بالاعتراف واعترفت بالجولان تحت السيادة الإسرائيلية وبصراحة والأكثر أهمية الخروج من الاتفاق النووي الإيراني الفظيع هناك روح وحماس كبير في هذه الغرفة وهذا نادر لذا من المنطقي أن يكون علي القيام بالكثير من أجل الفلسطينيين وإلا هذا لن يكون عادل ولا تصفقوا على هذا ولكن هذا صحيح لن يكون هذا عادل أريد هذه الاتفاقية أن تكون جيدة وعظيمة للفلسطينيين هذه الاتفاقية هي فرصة تاريخية للفلسطينيين حتى يحققوا أخيرا إنشاء دولتهم المستقلة بعد 70 عام من المشكلات قد تكون هذه آخر فرصة يحصل عليها الفلسطينيين والأخيرة لعدة أسباب لن يكون لديهم فريق مثل هذا الفريق ولدينا فريق من الأشخاص يحبون أمريكا ويحبوا إسرائيل وهم أذكياء وهم ملتزمون فلدينا السفير ديفيد فريدمان وجيسون وألفي وجاريد كوشنر كلهم عاقدوا صفقات متميزين وهم يريدون من الجانب الآخر أن ينجح أيضا لأن هذا هو جوهر الاتفاقية الجيدة وأنا أقدر وأثمن كل جهد العظيم الذي بذلتموه أنتم وأصدقائكم وأيضا وزير خارجيتنا العظيم مايك بومبيو